بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس للقاضي عبد الوهاب البغدادي. أيها الإخوة الكرام، نقدم لكم تعريفاً مركزاً بالمؤلف والمؤلف باش يكون عندنا فكرة شاملة عن هذا السفر الجليل، عن هذا الكتاب المهم جدا في الفقه المالكي خصوصا وفي الفقه الإسلامي عموما. البداية، القاضي عبد الوهاب البغدادي هو من بغداد أصلا، ولد سنة 362 وتوفي سنة 422، يعني عاش 60 سنة. هنا نفتح قوس، كاين ما يسمى بالبركة في العمر، البركة في الوقت، ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا 1445. لابد أن ننتبه إلى أهمية الوقت في حياة الإنسان. الزمن، أوقاتنا، أعمارنا، أعمارنا، أوقاتنا. الوقت راه يمشي بسرعة كبيرة بزاف، وهذه من خصائصه خاصة في هذا الزمان. بكري الوقت، الله يبارك، بسم الله ما شاء الله، باش تخلص سمانة ولا شهر ولا عام طويل. الآن لا، الوقت سريع جدا مع سرعة الحياة، مع كثرة المشكلات والهموم، رغم وجود الوسائل التي لا نحصيها عددا، التكنولوجيا عالية المستوى، ولكن الأوقات تسير بسرعة فائقة. لذلك كي نقراو عن الأوائل ناس زمان، تلقى مثلا الإمام السيوطي صاحب الإتقان في علوم القرآن خلى 300 كتاب، هذه هي التركة نتاعو، هذا هو الميراث نتاعو، 300 كتاب هذا الإمام السيوطي. وكي وصل باش يحج رفد ماء زمزم باش يشرب، دعا ربي، يا أخي ماء زمزم لما شرب له؟ قال يا ربي، يعني يطلب المزيد، قال يا ربي، لأن القناعة في العلم مرفوضة، القناعة ذي ثمسني ذي ريتس، في أمور الدنيا في المال مليحة القناعة، من أراد غنى فالقناعة تكفيه، ولكن في أمور العلم ما كانش قناعة. كي راح يشرب ماء زمزم دعا ربي، رغم أنه خلى خير كثير، قال يا ربي أرزقني مرتبة كمرتبة البلقيني في الفقه. والبلقيني هذا جبل من جبال العلم، وارزقني مرتبة كمرتبة الحافظ ابن حجر صاحب بلوغ المرام في الحديث، يعني يرجو المزيد، يرجو المزيد. البركة في العمر موجودة، معليش مادام ذكرنا الزمن أو الوقت، عنده خصائص، من خصائص الوقت أنه سريع الزوال يمشي بسرعة، من خصائص الوقت أنه لا يقبل التخزين، ما كانش منا اللي يقدر يخزن 5 سنين يديرها في الخزانة، ما يقدرش. الأمور الأخرى كلها تقبل التخزين، أي حاجة، القمح والشعير والخير، دراهم، كل شيء يقبل التخزين،
يقبل الحفظ إلا الزمن، ما كانش اللي مات يقول لك فلان خلى 20 سنة من عمره، لا لا، وقته يديه كامل. وربي قال وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذلك الوقت لا يقبل التوريث، ما يورثه حتى واحد، ولا يقبل الرهن ولا البيع ولا الشراء، ما كانش حانوت اللي يبيع الزمن الوقت، وما كانش المصنع اللوزين اللي يصنع الزمن. لذلك الأوائل أعطوا قيمة للزمن كثير. كتب كتاب واحد محقق عبد الفتاح أبو غدة، كتب كتابين في الزمن، الأول سماه صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، والثاني سماه قيمة الزمن عند العلماء. يحكي على ناس زمان، يحكي على الإمام البيروني، على الإمام الطبري، والإمام فلان وفلان، يحكي عليهم باش يكونوا نماذج لنا، باش نحسن استثمار الزمن كما كانوا. أما الآن في هذا الزمان كلكم يعرفه. لذلك أحيانا تلقى واحد عنده 44 سنة، مثل يعني كثير من الحفاظ بلغوا هذه الدرجة، ولكن صاحب جمع الجوامع تاج الدين السبكي 44 سنة، وهذا عنده 60 سنة، الحافظ هذا العراقي اللي هو القاضي عبد الوهاب البغدادي. إذن ولد ببغداد سنة 362 ومات سنة 422، يعني عاش فقط 60 سنة. عنده شيوخ يعني اللي قراوه، عنده شيوخ اللي قراوه، منهم أبو بكر الأبهري، هذا الشيخ المالكية، يعني آلت إليه رئاسة المذهب المالكي، يعني هذا جبل من الجبال في بغداد. وكان واحد اسمه ابن الجلاب، هذا أيضا الشيخ المالكية في زمانه، صاحب كتاب التفريع. وكان الإمام الباقلاني العالم الأصولي الفذ، هذو بعض الشيوخ اللي قراوها. نروحوا للتلاميذ اللي قراهم هو، منهم أذكر على سبيل المثال، يعني كان كثير، الحافظ الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي من كبار العلماء الذين تتبعوا فنوناً من العلم والمعرفة. عنده كان عبد الحق بن هارون، هذا من شيوخ المالكية، وهو الذي ناظر قطباً من الأقطاب، وهو إمام الحرمين الجويني صاحب الورقات في علم الأصول، اللي دار معه مناظرة هو عبد الحق بن هارون، هذا من كبار علماء المالكية، جمع بين الأصول والفقه. أبو الفضل الدمشقي وغيرهم من التلاميذ. الآن نحاول نذكر بعض الخصال نتاعو. كثير الحفظ، يعني الذين درسوا وترجموا له باتفاق قالوا أنه كثير الحفظ، يعني يحفظ كثير، أو كي نقولوا يحفظ ما نتكلموش على القرآن، القرآن هذاك من، يعني الواحد ما يقدرش يسأل هذا السؤال يقول هل فلان يحفظ القرآن؟ لا، الحفظ في الحديث، والحفظ لفتاوى الصحابة وفتاوى التابعين، بدليل أنه أحسن استثمارها في كتاب المعونة كما سيأتي البيان بعد حين. وهو أديب، وهو فقيه وأصولي وقاضي، ومات قاضي، مات في مصر، يعني مارس القضاء. وطبعا بكري سمحوا لي، كان القضاء ينسب إلى العلماء، يسند إلى العلماء. وطبعا كان اللي يرفضوا، لأنه مهنة القضاء ماشي سهلة باش تحكم بين الناس، الأمر ما هوش سهل. وبكري القاضي يجمع كلش، مش كما الآن، الآن القضاء متخصص، كان قاضي تجاري مختص في الأمور تاع التجارة، كان قاضي مختص في العمل مسائل العمال، كان قاضي مختص في الدولي،
والدولي ثاني أيضا في تخصصات، كاين قاضي مختص في العقاري في الفونسي مسائل العقارات إلى آخره، وكاين قاضي مختص في الزواج والطلاق، الطلاق والمواريث وكذا. إذن الآن في تخصصات، زمان ما كانش تخصصات، تجد الموسوعية هي البارزة في حياتهم. القاضي كما القاضي شريح مريح في مكان القضاء، أحيانا في المساجد وأحيانا عنده مقرات القضاء، وبعدين يستقبل القضايا الناس، يدخل واحد في العقاري والآخر في المواريث والآخر في النفقات والآخر في المعاملات في البيع والشراء والآخر في الرهون إلى آخره. وطبعا هم يملكون عقولا موسوعية، هكذا كانت حياتهم. إذن استدل الكثير من العلماء بكتاباته، كثير من اللي رجعوا إلى الكتب اللي خلاها هو، منها كتاب المعونة اللي نعطيه اليوم خلاصة عليه. المفسرون الفقهاء الأصوليون، لأنه كتاب المعونة مثلا فيه مسائل أصولية دقيقة، من العلماء اللي رجعوا ليه اعتمدوا عليه كمصدر، نذكروا الإمام القرطبي المفسر الكبير القرطبي، الإمام السيوطي اللي ذكرناه قبل حين صاحب الإتقان في علم القرآن، الإمام ابن حجر العسقلاني صاحب بلوغ المرام، الإمام ابن رشد معروف البداية المجتهد، الإمام القرافي وعنده كتاب من أروع ما كتبه العقل البشري اسمه الفروق، وعنده كتاب آخر اسمه الذخيرة، الذخيرة الإمام القرافي. ولكن القرافي اعتمد كثيرا في كتبه، اعتمد على ما كتبه الإمام البغدادي القاضي عبد الوهاب البغدادي، كذلك قطب آخر من أقطاب المالكية وهو الإمام الباجي. هؤلاء كلهم أكثر من الاستدلال والاعتماد على ما ألفه القاضي عبد الوهاب. الآثار العلمية كثيرة، الكتب اللي خلاها منها كتاب التلقين، هذا في الفقه المالكي، كتاب مختزل مختصر معتصر، كتاب لطيف جدا اسمه التلقين. عنده كتاب المعين على كتاب التلقين وهو شرح لمختصره التلقين، وعنده كتاب النصر لمذهب الإمام دار الهجرة، عنده كتاب شرح الرسالة، شرح الرسالة لمن؟ الرسالة أن تعمل ابن يزيد ابن أبي زيد القيرواني. بالمناسبة كي نقولوا إذا تحدثنا عن الفقه وأطلقنا لفظ الرسالة ينصرف الفهم إلى الرسالة تاع ابن أبي زيد القيرواني، نقول لك صاحب الرسالة. إذا كنا نتحدث في الأصول في علم الأصول نقول مثلا الرسالة، المقصود هنا الرسالة تاع الشافعي، أول كتاب ألف في علم الأصول. نعطيكم فائدة، كي نرجع للكتاب نتاع ابن خلدون، ابن خلدون عنده كتاب مشهور اسمه المقدمة، ترجع إلى الصفحة 412 وهو يتحدث عن تاريخ العلوم التي ظهرت. واش يقول في الصفحة هذه 412 و413؟ يقول كان الصحابة في غنية عن قواعد الأصول، يعني الصحابة اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش في حاجة باش يقرأوا علم الأصول قواعد الأصول. علاه؟ وذكر الأسباب، قال لك لأن الصحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه غير هم اللي عندهم هذا الخير، هذا الخاصية هذه. ثنين، أنهم يعرفون مواطن التنزيل. واش معناتها؟ يشهدون مواطن التنزيل، على بالهم الآية اللي نزلت وين نزلت، على واش نزلت، ظروف النزول، أسباب النزول، هذه لا يملكها إلا هم، إلا الصحابة عليهم الرضوان، متفاهمين؟ النقطة الثالثة قالك هم أعرف الناس باللغة العربية، يعرفون اللغة العربية، لأن والقرآن نزل بلسان عربي
مبين. وين جت هذه الآية؟ سورة الشعراء بلسان عربي مبين. وفي آية تشبه هذه وين جاية؟ في سورة يوسف، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إذن هؤلاء الصحابة يعرفون اللغة العربية، عندهم إمكانات ومؤهلات لا يملكها غيرهم. لذلك ابن خلدون يقول كانوا في غنية عن قواعد معرفة علم قواعد الأصول، إلى أن قال أما وقد أصبحت العلوم فنونا. قال كذلك الآن أصبحت العلوم، يحكي على زمن هذاك، على أواخر القرن الثاني الهجري. فهذاك الوقت راه يقول كاين دي سبيسياليتي، كاين تخصصات. درك واش نقولوا الان احنا؟ قال لك كاين تخصصات. اما وقد اصبحت العلوم، ولما اصبحت العلوم فنونا ظهر علم الاصول. هو يقول هك ظهر هذا العلم جديد. وبعدين قال لك واول من وضع قواعده الامام الشافعي في كتابه الرساله. متفاهمين؟ كمل شويه حتى توصل إلى 436، الصفحة 436 إلى غاية الصفحة 440. بدأ يحكي على علم الحديث، ثم ذكر كتاب الموطأ. واش يقول؟ يقول أنه الطريقة الحجازية هي من الطرق القوية جدا فاش في الغربلة نتاع الحديث، في خدمة الحديث وفي غربلته وفي تنقيته وتصفيته. وبعدين يقول وسيد، هو يفتح القوس يقول في الصفحة 436 وسيد الطريقة الحجازية عالم المدينة، هكذا سماه القاضي عبد الوهاب، وهكذا سماه إن شاء الله في التفسير نتاع الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر فصل ورده هذا الحافظ هذا القاضي عبد الوهاب في كتابه المعونة. قال لك أول كتاب ظهر في الحديث هو كتاب الموطأ، موطأ الإمام مالك. ثم ظهرت كتب أخرى، ظهرت كتب أخرى اللي معروفة، نسمع بسنن أبي داود، نسمع بصحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند الإمام أحمد، المستدرك الإمام الحاكم وإلى آخره. ولكن أول كتاب هو كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك. إذن عنده كتاب شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، عنده كتاب عيون المسائل، عنده كتاب النظائر في الفقه، عنده كتاب اسمه الإفادة، وهذا كتاب متخصص في علم الأصول. الإفادة نتاع القاضي عبد الوهاب اسمه الإفادة في علم الأصول، وإلى آخره. عنده كتب كثيرة، منها هذا الكتاب الذي ندرسه اليوم، كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة. الآن شوفوا القيمة العلمية لكتاب المعونة. أولا هو مرجع مهم جدا في المذهب المالكي خصوصا، وفي المذهب وفي الفقه الإسلامي عموما. اثنين، أنه عدد الفصول نتاعه شحال كاين؟ 2767 فصلا. يعني شحال العناوين الفرعيه اللي موجوده في هذا الكتاب اللي نلخصوه اليوم ان شاء الله؟ 2767 فصلا. هذه كلها درسها في بين في فقه العبادات وفقه المعاملات. احتوى هذا الكتاب على أكثر من 1000 حديث وأثر. يعني باش نقوله هو كتاب بالأدلة فضلا عن القرآن. نتكلم هنا على الأحاديث والآثار نتاع الصحابة ونتاع التابعين. احتوى أيضا على أقوال الإمام مالك. معنى كتاب الإمام مالك اللي ذكرناه الموطأ راه حاضر، ذكر كثير من أقوال الإمام مالك في هذا الكتاب، وكذلك أقوال علماء المالكية الآخرين، وأشار إلى المذاهب الأخرى. كاين بعض المسائل أشار إلى المذاهب الأخرى،
لأن هذه كلها ثراء كنت كنموع المذاهب الفقهية المعتمدة، هذه ثراء تغذي الفقه الإسلامي. على بالكم في مؤتمرات عالمية، مثل مؤتمر القانون المقارن، مؤتمر لاهاي في 1937 1942، أسبوع الفقه الإسلامي بمدينة باريس في 1950. على بالكم هذه المؤتمرات العالمية اللي يحضرها فقهاء القانون يعني علماء القانون، ماذا يقولون؟ يقولوا باللي الفقه الإسلامي ثري غني، معنى فاهمين باللي حتى الاختلافات الفقهية هذه غذاء وثراء للفقه الإسلامي. أنا قلت هذه الإشارة باش نحسن استقبال بكل بصدر رحب المسائل الفقهية اللي فيها خلاف وعادي تماماً وتشكل مظهر ثراء في الفقه الإسلامي. الدليل أنه الإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي أشار إلى أقوال الحنفية والشافعية والحنابلة، حتى بعض الأقوال تاع الظاهرية وغيرهم. احتوى هذا الكتاب على الكثير من القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، تقريبا هذا الكتاب متميز بهذه المسألة. يعني كي تقرأ كتب الفقه سواء في الفقه المالكي ولا في الفقه المقارن، قليل ما تلقى كتاب كيما هذا في المنهجية نتاعو، لأنه اجمع بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وسنذكر بعض منها لاحقا. ابن رشد في البيان والتحصيل اعتمد كثيرا على هذا الكتاب، كذلك صاحب الفروق الإمام القرافي ذكرناه، مواهب الجيل الحطاب وغيرهم، هذه إضافة لما ذكرناه آنفا. الآن نتكلم عن المنهجية نتاعو في الاستدلال. عنده منهجية، لا ميثودولوجيا، عنده منهج. هو يبدأ بذكر الحكم، يقول الحكم ثم يأتي بالأدلة. اسمحوا لي، طبيب يديرك لوردونونس وصفة، هو ما يقول لكش كاع التفاصيل، يقول لك ما نكتبها لكش لوردونونس، لوردونونس يكون صغير، روح تشري دواء وربي يجيب شفاء. ولكن هذاك الطبيب عنده الأدلة نتاعو، علاش عطى لك هذا الدواء ماشي هذا، علاش هذا ماشي هذا. في المجال الفقه القاضي عبد الوهاب يجيب لك الحكم، تقول مثلا القراض، حكم القراض، يقول لك القراض مشروع، ها فرها، وبعدين يجيب لك الأدلة هكذا. يقول مثلا رجل طلق زوجته في مرض موته طلاقا بائنا، رجل طلق مرته طلق البائنة خلاص في مرض الموت، بعد ذلك مات. الآن السؤال، هل الزوجة ترث؟ ترث. وأقوى المذاهب في المسألة الفقه المالكي قالك ولو كان يموت في العدة ولا بعد نهاية العدة، طلقها مثلا بتاريخ 1 جانفي ومات في 20 جوان بعد نهاية العدة، انتهت العدة، وربما انتهت العدة وعودت زواج مع واحد آخر، هل تورث؟ المالكي يقول تورث. على القاعدة سنذكر الدليل بعد حين. هو يجيب لك الحكم، يعطيه لك، وبعدين يذكر الأدلة. أولا يبدأ من الكتاب، من القرآن، طبعا هذا هو حديث معاذ بن جبل حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، واش قال له؟ قال بما تقضي بين الناس، أنت تروح إلى اليمن باش تحكم، باش تقضي بين الناس، باش تفتي، قالوا بكتاب الله بالقرآن، قالوا فإن لم تجد، قالوا فبسنة رسول الله، قالوا فإن لم تجد، قالوا أجتهد رأيي ولا آله، أي لا أدخر جهدا في ذلك الوقت. والآن نتبع نفس المنهج، ولكن الآن عندنا مصادر
أخرى سنذكرها الآن. يبدأ بالكتاب القرآن، ثم تأتي السنة النبوية الشريفة، وبعدين يروح إلى الإجماع ما أجمع عليه الصحابة، ويروح إلى عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة من أصول المالكية. الإنسان باش ما يتحرج، كاين أدلة قوية جدا سيأتي بعضها بعد حين إن شاء الله في هذه الجلسة المختزلة المعتصرة المختصرة. بعدين يروح للقياس، يروح للمصالح المرسلة، يروح إلى سد الذرائع، يروح إلى هذه الأمور كلها يذكرها، ويستدل بعمل أهل المدينة مثلا صفة الأذان ومقدار الصاع والزكاة في الفواكه والخضروات والبقول وعدد الركعات في التراويح، احنا شحال نصليو التراويح، الوقوف ما يتعلق بالحبوس، الحبوس الوقف، هذا الوقف مهم جدا بالمناسبة. حتى القوانين نتاعنا بلك هنا بعض الإخوة المختصين في الحبوس في الأوقاف رجعت الفقه المالكي، علماء الأندلس رجعوا الفقه المالكي لأنه ثري جدا في هذا المجال. أذكر قانون تاعنا، عندنا قانون 84-11 المعدل المتمم بالمادة 213 حتى المادة 220، عندنا قانون 91-10 معدل ومتمم، وآخر مرسوم خرج في الجزائر اللي هو المرسوم 21-179 المنشئ للديوان الوطني للأوقاف والزكاة. نعطيكم فقط إشارة بلي كثير من القوانين سواء في هذا المجال تاع الأوقاف ولا غيره اللي رجعت للفقه المالكي. ونفاجئكم بحاجة أخرى، أنه أعظم قانون في العالم هو الكود سيفيل الفرنسي، قانون المدني الفرنسي، واضح؟ في المجال هذا أعظم قانون هو القانون المدني الفرنسي، الكود سيفيل الفرنسي اللي ندار في عهد نابليون، هو اللي يقول كان لا أفتخر بمعارك الكثير بانتصاراتي في المعارك الكثيرة، قالك يكفي أن أذكر هزيمة واحدة تنسيني هذك الانتصارات، خسر مرة راح كلش، هكذا يقول. قالك ولكنني أفتخر بالقانون المدني، أيه وعنده الحق، القانون المدني الفرنسي هو مصدر لجميع القوانين المدنية في العالم جميع بلا استثناء. هذا كلام مليح، ولكن زيدوا شوية لقدام نلقوا باللي بضاعتنا ردت إلينا. الفقه المالكي الذي كان مطبقا في الأندلس وفي غيرها من المناطق، هؤلاء الأذكياء رجعوا للفقه المالكي. لعلنا في فرصة من الفرص نديروا محاضرة في الموضوع، نأصلوا الكود سيفيل الفرنسي نرجعوه إلى أصوله، بضاعتنا ردت إلينا. لذلك لا حرج باش تكون حركة التقنين في الأمة الإسلامية اللي تسهل هذه الأحكام الفقهية في شكل قواعد قانونية، في شكل قواعد قانونية. يلا يحتن يوصل إلى المصالح المرسلة، يوصل إلى سد الذرائع، وكما قلنا إلى عمل أهل المدينة. القواعد الأصولية الواردة في المعونة كثيرة كثيرة، منها قاعدة الأمر للوجوب، هي قاعدة مشهورة، كي نقولك مثلا قاعدة أصولية هذه الأمر للوجوب، يعني وين تلقى الأمر في القرآن وفي السنة الأصل أنه واجب. نقولك ما حكم الصلاة، ما تقوليش مستحب، واجب. بارك الله فيك يا ولدي، شحال في عمرك؟ 11. هاو جاوب سوا 11 سنة، نعطيك 10 على 10، نعطيك 11 على 11، يلا 11. نعم الأمر للوجوب، مثلا أعطيني الدليل باللي الصلاة واجبة في القرآن، أعطيني آية إذا تشفع عليها. أقيموا الصلاة،
وآتوا الزكاة، وزاد لها وآتوا الزكاة. إذن الصلاة واجبة، ربي اللي قال أقيموا الصلاة لأن الأمر يفيد الوجوب، والزكاة حكمها واجبة، ماشي كما الصدقات. صدقة، وإن كان كلمة الصدقات في القرآن أحيانا يراد بها الزكاة، في الآية 60 من سورة التوبة، سورة التوبة الآية رقم 60، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، المقصود بالصدقات هنا الزكوات، كما قال الماوردي، الماوردي صاحب الأحكام السلطانية، أيضا كتاب لطيف، كتاب رائع جدا اسمه الأحكام السلطانية، قال لك اختلفت الألفاظ ولكن المعنى واحد، يعني الصدقات المراد بها الزكوات. طيب، أما الصدقة الحرة، الصدقة المطلقة، هذه ليست واجبة لا في المقدار ولا في الوقت ولا. أما الزكاة لا، الزكاة عندها أولا واجبة، ثانيا عندها أوعية معلومة، ثالثا عندها شروط. أشحال الزكاة هذه السنة مادام دخلنا محرم؟ 89 مليون و250 ألف، هذا هو النصاب. معنى اللي عنده 50 مليون ودار عليها العام يقولوا ما تزكيش، هذه هذا الشرط، الشرط الأول بلوغ النصاب، الشرط الثاني حوالين الحول. شفتوا الزكاة؟ وزيد الزكاة تمدها لمن؟ شكون هما؟ ثمانية أصناف. وين وردت ثمانية أصناف؟ في صورة درك قلتها توبة الآية 60. شو برك 60؟ القاضي عبد الوهاب عنده 60 سنة، وكل واحد اللي عنده 60 سنة يربطها بروحه وفرات 60 سنة، وكان علماء كثير عاشوا هذا الوقت، سبحان الله، إن شاء الله سيأتي بيانهم في وقت آخر، 60 سنة. إذن هذه قواعد أصولية، هذه من القواعد، باش ما نطولوش أكتفي بهذا. وطبعا كي نقول واجب، لو كان نقول تقسيمات الواجب، كاين الواجب العيني، الواجب الكفائي. أشكون يعطيني مثال على الواجب العيني؟ الواجبات العينية صلاة، لا تقبل التفويض، وهذا يصلي وحده بلا سن تكليف، يجب أن يصلي، وغيرها. والواجب الكفائي مثلا صلاة الجنازة، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، الحمد لله ماشي واجبة عينيا، وإلا مشكلة، معنى كي يموت واحد في الدشرة نحبسوك، لا لا، واجب كفائي. رد السلام واجب كفائي، السباكة لا بلومبري كفائي، الطب لا ميدسين كفائي، علم الفلك كفائي. ندخلوا في العلوم الأخرى، ما نبقاوش غير في المسائل الفقهية المتعلقة بالعبادات. نعم، العبادات لها شأنها، لها مقامها، لها قدرها، ولكن الشرع راه يقول يا الأمة لازم يكون عندك كفاية، لازم كأمة مطالبة بأفرادك باش تحققين فروض الكفاية في جميع العلوم. واش تحتاج الأمة؟ نحتاج في الشريعة، نحتاج في علم الاجتماع، في علم الاقتصاد والمالية، في علم الجيولوجيا، في علم الطب، في علم بيولوجيا، في علم طبقات الأرض، في علم البحار، في. لذلك الحمد لله أولادنا اللي راهم إن شاء الله كتب لهم ربي النجاح، إن شاء الله ينجحوا كامل، لأن النجاح ماشي غير مربوط بشهادة معينة. واحد يقرأ برك، ربي قال اقرأ، وتعرفوا بكري يقرأون بلا ما يكون عندهم شهادات. نعم، اقرأ. الإمام البيروني هو أكبر عقلية عرفها التاريخ، كما يقول المؤرخ الفرنسي سخاو، الكتاب اللي ذكرناه قبيلة قيمة الزمن عند العلماء ذكره، قال قبل ما يموت بلحظات، ونحن نتحدث عن استثمار الوقت، وقد استقبلنا عاما هجريا جديدا باش نعرفوا قيمة الوقت، قريب يموت، كان مريض، وسمع لهم هذوك العواد يعني الزوار نتاعو يتناقشوا في مسألة علمية، تاع
تعرفوا واش قال لهم؟ يقول لك الموت تعطي الراحة. قال لهم كي تلقاو الجواب عطيو لي الجواب. واحد واش قال له؟ قال له واش دير بالمعلومة الآن؟ أنت راك ميت، راك تموت. قال لهم أحب أن ألقى الله وأنا أعرفها أفضل من أن ألقاه وأنا أجهلها. يعني كان يقرأ 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 وهو على فراش الموت، على فراش المرض، مرض الموت، معناه راه رايح. هذه رسالة. لذلك نشكركم على حضوركم النوعي القوي، جزاكم الله خيرا، وهذا مظهر صحة في الأمة. الحلقات العلمية مهمة جدا. ممكن الإنسان يعيش 80 سنة يرجع لربي وهو جاهل، يصلي صح ولكن يطبق واحد المثل، صلي وارفع صباطك. هذه أزمة الأمة. مساجدنا لازم يرجع لها الدور نتاعها تاع التعليم. هكذا كان سلفنا. القراية وربي قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان، اقرأ الذي علم، علم الإنسان ما شاء الله. هذه الآيات نزلت الأولى، القراية والعلم والقلم قاع مذكورين في هذه الآيات القليلات اللي ذكرها ربي سبحانه. القراية ما عندهاش حد، لا حد لها. الإنسان يقرأ، كل ما يقرأ يزيد في الأجر عند ربي سبحانه، وزيد يستوعب، لأنه الشيء الذي ما نعلمه أقل مما نجهله. كلما ازددنا علما ازددنا علما بجهلنا، كما قال الشافعي، قال كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. إذن الواجب العيني والكفائي، زدت عطشا إليه. وكاين تقسيم واحد آخر، الواجب المطلق والواجب المقيد أو المؤقت. نعم، كاين الموسع والمضيق. يعني كاين تقسيمات منهجية، وهذا المنهج يهمنا كثيرا. على ذكر الأداء والقضاء وأيضا ناقشها يعني القاضي عبد الوهاب البغدادي، هناك بعض العبادات يجتمع فيها الأداء والقضاء. مثلا الصلاة، الصلاة تؤدى ما أين باش نقولوا أداء، إما في وقت الفضيلة كي أذن الأذان، هذاك الوقت الأول اسمه وقت فضيلة، ولا في الوقت الاختياري هكذا كي أذن الأذان تاع الظهر الوحدة غير 10 مثلا، إذا صليت غير بعد الأذان هذاك الوقت وقت فضيلة، إذا صليت على الوحدة ونص راك أديت صلاة في الوقت، إذا صليتها على الزوج، على ثلاثة، ثلاثة ونص، الربعة، هذا كله وقت اختياري. معنى أوقعت صلاتك في أي جزء من أجزائها فقد أديت صلاتك في الوقت، ما نقولوش قضاء. ولو كنت تأخرها حتى قريب العصر، ولا تأخر العصر حتى قريب المغرب، هذا يسمى الوقت الضروري. ولكن لا يجوز تأخير الوقت الصلاة إلى وقت الوقت الضروري إلا لأسباب. هناك 10 أسباب تسمح للمصلي باش يأخرها الوقت الضروري. وإذا أداها في الوقت الضروري يعتبر أداء. لو كان واحد يدخل الجامع عنده ظروف خاصة، قاهرة، ادخل الجامع العصر ما صلهاش، العصر عندها كم؟ 4 ركعات. لو كان صلى ركعة الأولى وذن المغرب، وين صنفوها؟ أداء ولا قضاء؟ أداء. أداء، هذه من رحمة ربنا. وفي حديث النبي عليه الصلاة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، رغم أنه 3 ركعات صلاها مع المغرب مع الأذان، خلاص دخل الوقت، لحق غير ركعة بسجدتيها، نقول عنه أنه أدى صلاته في الوقت. لو كان يصليها 8 أو 9 نقول هذا قضاء. إذن الصلاة اجتمع فيها الأداء والقضاء. وقد ينفرد الأداء دون القضاء، وين؟
هذه باش المخ يخدم من ناحية المنهجية. بعض العبادات يعني ينفرد فيها الأداء ولكن لا تقضى، يا تؤدى ولا لا تقضى. ما هي؟ مثلا الحج، الحج عرفة، لو كان واحد يوقف يعني 20 ذو الحجة هذا الوقوف صحيح، الوقوف لازم يكون يوم 9 من ذي الحجة. اللي موقفش هذاك النهار هل يقضى؟ لا، هذه العبادة لا تقضى، تؤدى ولا تقضى. وصلاة الجمعة تقضى؟ لا تقضى، إذا فاتك خلاص تصلى ظهرا. إذن ذكرنا عرفات ولا الجمعة، هذه ينفرد فيها الأداء دون القضاء، فهمناها؟ يلا نجيبوا العكس، وين ينفرد القضاء دون الأداء؟ أعطوني مثال. صيام المرأة الحائض، المرأة كي تكون في العادة نتاعها لا يجوز أن تؤدي صلاتها، بل لا يجوز أن تؤدي صيامها، الصلاة مرفوعة عليها وهذه من رحمة ربي سبحانه، لا يجوز أن تصوم وهي في العادة، لا يجوز أن تؤدي صيامها، ولكن يجب أن تقضي صيامها. هذه حالة عكسية، بمعنى انفرد القضاء دون الأداء. وأحيانا ينتفيان من حيث الوجوب، النوافل، النوافل ينتفي فيها لا الأداء ولا القضاء، ماشي واجب تنفل وماشي واجب تقضي، إذا بغيت تنفل نفل، ما بغيتش ما بغيتش، هذا ما كان. وغيرها. الآن ذكر القواعد الأصولية الواردة في المعونة، ذكر كثير منها: إجماع أهل المدينة أولى من خبر الأحد. عنده قاعدة أخرى: الأمر يفيد الوجوب، استدل بها كثيرا. النهي دليل على الفساد، وين يكون النهي؟ إذا اجتمع الحظر والإباحة، أحيانا في مسألة معينة يجتمع فيها أمر وإباحة، حظر وإباحة، حظر يعني منع، منع وإباحة، وش يقول لك؟ غلب حكم الحظر، يغلب حكم الحظر. إلا حبيتوا تقيسوا، قيسوا مثلا صلاة النافلة في وقت المنع، تحية المسجد وقت المنع، وطبعا بالمسلم نفتح قوس مهم جدا، قبل 30 سنة مساجد الجزائر كلها كيف كيف، تصلي في سيدي داود، تم راست، واد السوف، بجاية، العاصمة، وهران، أمدية، سعيدة، كيف كيف، نهار اللي ظهرت الثقافة كثيرة وكذا أدخلنا في واحد الأمور أكو تعرفها، بمعنى وكاين كثير من الأمور حلها بالمنهج العلمي فضلا عن العمل على توحيد الأمة أو على الأقل التقريب بين الأمة بين أفرادها، أو على الأقل منع الاختلاف الصادم المفرق المقطع للعلاقات والأواصر. فصدر الشريعة واسع، أحيانا تضيق صدورنا فنوقع في مشاكل كبار. هي صدر الشريعة واسع، علاش ما نوسعوش حنا خاطرنا؟ نوسعوا خاطرنا أفضل. لذلك شكون اللي يفري لنا كاع هذه الأمور؟ هي القراية، نرجع مرة أخرى إلى القراية. وهو يستدل بهذه القاعدة: إذا اجتمع الحظر مع الإباحة غلب حكم الحظر. يزيد: لا اجتهاد في مورد النص
ويبين بأن القاعدة هذه حينما يكون النص قطعيا ثبوتا ودلالة. هنا ولا لا لا سمحوا لي راه يخدمونكم في الإدارة، في الإدارة يقول لك عندي التكست نطبق القانون هكذا ولا ماشي نطبق لي التكست، ماشي رايك ماشي رايي. وفي أمر الشريعة إذا كان الحكم ورد في القرآن أو في السنة قطعي بشكل قطعي، هذا هو المراد، لا اجتهاد في مورد النص. أما النصوص الظنية في الثبوت أو في الدلالة ولو كانت قطعية ثبوتا ولكن كانت ظنية في الدلالة فهي قابلة لتعدد الرؤى، تقبل الاجتهاد، تقبل الاجتهاد. بعدين يقول لك الاجتهاد في مورد النص، وبعدين يقول لك الإطلاق في العقود محمول على العرف. علاش العرف عنده قيمة ولا لا لا؟ أي واحد منا درك أنا وياك نروحوا لطمن راست، هو عندهم أعراف عندهم عادات ماشي موجودة عند نفس سيدي داود، لازم نحترموا العادات نتاعهم التي لا تخالف الشريعة. نروحوا إلى وادي سوف، نروحوا لطمن راست، نروحوا لتندوف، نروحوا للمناطق أخرى، سوق راس العنابة، لازم نروحوا للطائف، نروحوا لجدة، نروحوا لبغداد. علاش ابن قيم الجوزية الله يرحمه كتب كتاب اسمه إعلام الموقعين في الصفحة الثالثة، الجزء الثالث الصفحة الثالثة الصفحة اليسرى، يقول لك باب ولا فصل تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات، معنى العادات عندها دور كبير في اختلاف الفتوى. الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند واش يقول؟ يقول لك شروط المفتي ذكرها، الشرط الرابع واش يقول؟ أن يكون عارفا بأحوال الناس. يجي واحد البومرداس لسيدي داود لازم يعرف العادات نتاعو، عنا ما يجيش برك يفتي بالعادات نتاعهم، قولوا حبس المعروف عرفا كالمشروط شرطا، القاعدة أخرى كالمشروع شرعا، قاعدة أخرى تقول العادة محكمة. لذلك هذا القاضي عبد الوهاب قال لك الإطلاق في العقود، علاش ركز على العقود؟ خاطر ثما اللي كاين للأعراف البيع والشراء إلى في التجارات، كاين أعراف والمجال التجاري والبيع والشراء غني جدا بالأعراف. يلا أنا وياك نروح نشريو بقرة يا خاكدا من الأخ الكريم مثلا، بدينا نتفاوضوا في السومة، كي يقول ما راكم بعاد وصلناها ل 20 مليون، يقول لك راكم بعاد وصلناها 31 مليون. هو يقول هو اللي قال 31 مليون، انا وياك قلنا الله يربح، الله يربح، هذه عندها قيمه ولا ما عندهاش؟ خلاص هذا خلاص البقره قيمتها مملوك، ان نختلفوا حنا ولا انت، نروحوا للشيخ يقول اسمح لي الله يربح عندها قيمة، عرفا الله يربح عندها قيمة. بالشريعة تلقاها في سورة قاف الآية 18، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خلاص زيد ربي قال في أوائل سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أو دخلنا معك في عقد إيجاب وقبول. ما معنى العقد؟ هو اقتران الإيجاب بالقبول، إذا صدر القبول موافقا لمضمون الإيجاب فقد تم إبرام العقد ولو لم يوثق. ما روحناش عند النوتيرة، وبكري أجدادنا داروا عقود بلاك وقت، داير الوقت هذاك ما عندهمش مشاكل، درك اللي عندنا مشاكل في الزمن اللي قلنا الثقة في الوثيقة ثم اللي تهردت قاع الدعوة ولا لا لا، باش نفرح الشيوخ الكبار هذون. هاو بكري كلمة كلمة، هاو درك زعما احنا نقولوا الثقة في الوثيقة، يلا وري لي برك الثقة في الوثيقة. القيم لي فالور إذا تحطمت ما كان لك غطل والو ولا لا لا،
تكري الواحد ما يخرجش من الحانوت ولا من الدار، يقول لك ما نخرج خلاص، والديون وغيرها من الأمور. لذلك احنا الشرع يركز على القيم. ربي كي قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ما قصدش العقود الرسمية التي يحررها الموثق طبقا لقانون التوثيق وطبقا لقانون 75-58 المعدل والمتمم، خاصة المادة 324 وما بعدها. لا لا، هذه مليحة، ما عليش التوثيق موجود، هو ربي قال في كتبه في أطول آية في القرآن في سورة الآية 282 الصفحة اليسرى. أيوة هذه هي، إذن ربي قال في كتبه، ولكن حتى في كتبه هنا ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب، لا هي ليس على سبيل الوجوب. لذلك تاج الدين السبكي الله يرحمه عنده كتاب اسمه جمع الجوامع، ويرجع إلى القواعد اللغوية هذه، وذكر باللي الأمر هذا عنده أكثر من 17 معنى، قد يفيد الوجوب، قد يفيد الاستحباب، قد يفيد الإرشاد، قد يفيد قد يفيد عادي. إذن معليش هذه مسائل أصولية دقيقة، نرجع. إذن الإطلاق في العقود محمول على العرف، أوفرها لنا زيد. قلت إذا صدر الأمر بعد الحظر، صدر في نص شرعي حظر أي منع، بعد ذلك صدر الأمر، قالك هذا يحمل على الإباحة لا الوجوب. إذن هذا غربال ميزان، وصدقوني غير القاضي عبد الوهاب البغدادي القواعد الأصولية عالجها معالجة منهجية دقيقة جداً، وأحسن استثمارها وأحسن استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية في الكتاب والسنة مستخدماً هذه القواعد الأصولية. أما القواعد الفقهية الواردة في المعونة أيضاً كثيرة في كتاب المعونة، هذا كثيرة، منها قاعدة الأعمال بالنيات، من إنجابها من حديث صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكر أيضاً قاعدة أخرى اعتمدها كثيراً، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، قاعدة فقهية. وذكر قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة ذهبية، نطبقها في العبادات، نطبقها في المعاملات إلى آخره، اليقين يزول بالشك. ذكر قاعدة المشقة تجلب التيسير، ومنين جبدها؟ من القرآن والسنة طبعا، ذكرها العلماء قبله، هي قاعدة المشقة تجلب التيسير. ربي قال في القرآن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، وين جاية هذه الآية؟ سورة البقرة الآية 185. وقال في سورة أخرى يريد الله أن يخفف عنكم، ما تقدرش تصلي واقف صلي جالس، ما تقدرش فوق الكرسي صلي على الجنب، اللي الأيمن الأيسر صلي على ظهرك، المهم صلي. ولا لا لا، في كيفات كورونا كان اللي صلى غير بالإيماء هكذا، يعني ما يقدرش يوقف ولو لا ركوع لا سجود لا عادي، المهم صلي ما دام العقل موجود صلي. إذن ربي قال يريد الله أن يخفف عنكم ما خلق الإنسان، وين جاية هذه الآية؟ موجودة في سورة النساء الآية 29، النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسوا إلى آخره، وما جعل عليكم في الدين سورة الحج آخر آية، الحج عندها 78 آية، الليلة الأخيرة هي هذه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وجب قاعدة الحرج مرفوع أي موجودة، جب قاعدة الضرر يزال، منين جابها؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، أورده الإمام مالك في موطئه رقم الحديث 31 في الباب، ومن قوله تعالى لا تمسكهن ضرارا لتعتدوا سورة البقرة الآية 231، وغيرها من الأدلة. وكذلك قال الضرورة تقدر بقدرها، يعني الضرورة أيضا عندها
من جابها؟ من قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما معنى غير باغ ولا عاد؟ أي لا يتجاوز حدود الضرورة، أي لا يتجاوز. وين موجود هذه الآية اللي سمعتوها؟ سورة البقرة الآية 173: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. سورة البقرة الآية 173. وردت آية شبيهة: فمن اضطر في مخمصة، هنا في سورة المائدة: غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أذكر قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات. الحدود هذه حاجة واعرة. الحدود في النظام العقابي في الشريعة عندنا ثلاث أنواع: كاين ما يسمى بالحدود، وكاين ما يسمى بالقصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وكاين ما يسمى بالتعزير أو التعزيرات. نقول لك عقوبة الرشوة، عقوبة الاحتكار، ما كانش لا في القرآن ولا في السنة. جيب لي الدليل باللي كاين عقوبة. لا، الشريعة جرمت حرمت أفعال معينة، ولكن تركت أمر العقوبة لولي الأمر للقاضي. علاه؟ يشوف العقوبة المناسبة ولا لا؟ لا، حسب طبيعة الجريمة ومرتكبيها وخطورتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المحتكر ملعون والجالب مرزوق. نفهموا بلي الاحتكار ماهوش مليح، الرشوة ثاني ماشي مليحة، وإن كان سموها بعض الناس من الحفوس ولا القهوة ولا حق، ولكن حرام لا تجوز. ولكن ما قالش شحال العقوبة، هذه لازم تكون عقوبة تناسب الجريمة الرشوة هذه وكذلك مرتكبة إلى آخره. قالك الحدود هذه مدام واعرة، قالك تدرأ بالشبهات. ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. لا، لابد من اليقين. وسيدنا عمر بن عبد العزيز قالك أن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. خير القاضي يغلط يسمح اللي دارها، أفضل من أنه يعاقب اللي ما دارهاش. حلوة هذه، خطر باش تعاقب بريء؟ لا، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. حذيري تغلط في العقوبة، باش تغلط في السماح معليش، تسمح اللي دارها غلط القاضي يغلط، أي واحد حاكم يغلط في العفو عن مرتكب خطأ أو جريمة أو جناية أو جنحة أو كذا. ولكن ماشي مليح يغلط خطأ واحد آخر يعني يعاقب اللي هو اللي بريء. ما شاء الله. طيب، نتجاوز بعض الأمور لأن الوقت ومشى. نروح الآن الفصل 12، دار عنوان في العبادات: المتيمم يجد الماء في الوقت لا يخلو من ثلاثة أحوال. فرض انتايا كنت تحوس على الماء باش تتوضا، لأنه لازم الوضوء بالماء، وبعدين ما لقيتوش، حوست قريب صلاة تفوت، ورا واش تدير هنا؟ تيمم. انتقلت من الطهارة المائية وهي الأصل لازم بالماء، إلى الطهارة الترابية وهي البدل. يعني ربي قال: فتيمموا صعيدا طيبا. مثلا انت بديت تصلي والأخ الكريم على بالو راك تحوس على الماء، لقى الماء وبعدين يجري يقول لك: هاو لقيت لك الماء، واش تدير؟ لقيت الماء، هاو لقيت لك الماء، ما شاء الله، ما بارد وحلو، ماذا تصنع؟ تكمل الصلاة ولا تبطل تسلم وتعود الوضوء؟ تكملها؟ علاش تكملها؟ هو تعرف واش قال؟ قال لك لسببين. السبب الأول، ربي قال: لا تبطلوا أعمالكم، بديت الخدمة كملها. لذلك مليح باش حنا حتى في حياتنا، ولا لا تجيب بلومبي ولا تجيب ماسون ولا تجيب واحد يخدم لك بحيرة، يبدأ ويخليك تتقلق ولا لا؟ تقول كمل الخدمة أخويا، كمل. نقرص قبيلي ثير الشغل يتقال ذي فافيس. إذن الأخ الكريم ما يقطعش صلاته، كمل. ربي قال: تبطلوا أعمالكم. اثنين، أنت
بحثت عن الماء لم تجده، ما لقيتش الماء، ثم تيممت لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وقد دخلت في الطاعة في العبادة بوجه مشروع. هكذا يقول الفقهاء، أنت دخلت في العبادة بوجه مشروع، راك ليجيتيم ليغال، إذن كمل صلاتك وما تعودهاش واطمئن. يلا، وإن كان تعرفوا في حديث هذا كزوج اللي راحوا كذا، واحد عود صلاة والآخر ما عود الوضوء توضأ، والآخر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث معروف حديث أبي داود، قالوا للذي لم يعد قالوا أجزأتك صلاة، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. والثاني واش قالوا اللي عود، قالوا لك الأجر مرتين، ولكن نحسن استشهاد، نحسن لابد أن نحسن الاستشهاد بالأدلة في موضعها المناسب. طيب، ناقش أيضا مسألة أخرى، قال لك التيمم قبل دخول الوقت في الفصل 14، قال لك هنا ما تتيممش قبل دخول الوقت، لازم يدخل الوقت، اللي عنده عذر لازم يتيمم، ماشي يتيمم قبل المغرب باش يصلي المغرب، لا لا، كي يأذن المغرب يتيمم بدخول الوقت. وجاب قوله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وبعدين أقف فتيمموا، فلا يكون ذلك إلا بعد دخول الوقت. وجاب دليل آخر أيضا الفصل 15، الجمع بين فرضين بتيمم واحد، لا لازم كل فرض بتيمم مستقل، ما صليتش الظهر مع العصر تيمم للظهر، عود تيمم زيد العصر، وإن كان تصليه في وقت واحد. لماذا؟ قال لك لأن التيمم لا يرفع الحدث، يباح الصلاة. إلى جاب أدلة وكذا، ما دام الوقت مشى نحاول نختصر. إمامة المتيمم المتوضئين في الفصل 18، الفصل 104، اختلاف نية الإمام مع نية المأموم، واحد ما صلاش الظهر ودخل للجامع ولقى الشيخ يصلي العصر، هل ترى يدخل بنية الظهر؟ يقول غادي 4-4، أخي 4 الظهر 4 العصر، يقول لك نديرها برين. لا لا، الحديث يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، هو يقول لك اختلاف نية الإمام والمأموم تؤثر في منع الائتمام به، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إلى آخره. وهكذا الفصل 35 ذكر زكاة الحلي، المرأة اللي عندها الذهب والفضة إذا كان تستخدموا ليها ما تزكيهش، أما إذا كان دارتوا الإدخار تزكيه. هذه مسألة ناقشها القاضي عبد الوهاب، الزكاة في مال الصغير، واحد مات باباه وخلى ذراري صغار يتامى ولكن خلى لهم دراهم بزاف، عندهم النصاب وزيادة لازم يتزكى، ما تقولش هذا صغير، لا لا، إذا عنده عامين لازم يتزكى المال نتاعو. لماذا؟ لأن المال وعاء للزكاة، الزكاة فلابد أن يزكى. وذكر في الفصل 36 باب أضرب الحج، قال الإحرام على 3 أضرب، إفراد وتمتع وقران، وهكذا. وذكر طواف حكم المبيت بمزدلفة ودخل طواف الوداع، يعني ذكر مسائل كثيرة في مجال المعاملات. ذكرنا قبل حين ثبوت الميراث لمن، الفصل 5، لمن طلقت في مرض الموت سواء مات في العداء، قالك نعم تارث، هذه انفرد بهذا الرأي المذهب المالكي، قالك عملا بالقاعدة الفقهية هي إذا استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه أو عوقب بعكس مقصوده. والمسألة طبقها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبعدين وصل كتاب القراض اللي هو المضاربة. أنت يا عندك 5 ملاير ولكن ما تعرفش التجارة كما أنا يعني وياك ما عرفوش، والأخ يا الله يبارك خبير في التجارة ولكن دراهم ما عنده والو، قادرين نديروا عقد، تعطي له 5 ملاير أنت صاحب المال وهو عامل، هكذا مضارب، خطر القراض عنده مصطلح آخر، نقول المضاربة أو القراض. لذلك نظام بنك الجزائر 2002 اللي صدر في 20 رجب 1441 الموافق ل 15 مارس
2020 في المادة الرابعة تكلم النظام هذا عن المضاربة، المضاربة واسمها المضاربة، ولكن القاضي عبد الوهاب اسمها القراض، القراض يساوي المضاربة ماشي القرض، القراض كتاب القراض. انت عندك دراهم وانت عندك المعرفة، ديروا شراكة، ديروا عقد اسمه عقد المضاربة. وبعدين واش قال لك القاضي عبد الوهاب؟ مثلا في العام ربحتوا 6 ملاير، كيفاش تقسموها؟ لا القاضي عبد الوهاب قال كذا كما اتفقتم انتم، اتفاق ممكن هو يشرط عليك يقول لك اسمح لي انا عندي معرفه اورنا في كورونا، اي انا بالخبره نتاعي ندي ثلثين وانت دير غير ثلث، خاطر انت دراهمك ما تقدرش تتاجر بهم سورتو في كورونا، يروحوا لك كاع تاكلهم كاع شويه شويه. هو يفرض عليك بالمفاوضات طبعا يقول لك انا ندي ثلثين معنا 6 ملاير، هو يدي 4 ملاير وانت تدي غير 2 ملاير. وممكن العكس، اذا ما اتفقتوش قالك ترجع للعرف في سيدي داود كيفاش يديروا ماشي في تمن راست في سيدي داود. او هذا الطفل هذا عنده 11 سنه قلت بالنص صافي 6 ملاير كيفاش يقسموها؟ يا اخي فهم مليح ان شاء الله يكون عندهم ملاير يا رب العالمين. ما تنساوش برك الشيخ عبد الرحمن نجيبوا له لهنا الجامع وكذا باش هكذا شيخ والفقراء والمساكين. اذا هو قال لك 3 ملاير 3 ملاير، لماذا؟ المعروف عرفا العاده محكمه. وبعدين الزكاه نتاعكم هو انت عندك دراهم، هنا مساله دقيقه فصل 19 زكاه القراض، قالك زكاة رأس مال القراض على رب المال أنت، وزكاة الربح تابعة لأصله. هو أنت حتى وإلى أن يقول فلزم العامل في حصته إذا كان الحول قد حال على رأس المال سواء كان في حصته نصاب أو أقل. لماذا؟ قالك لأن الربح تابع للأصل. هو فراه. وبعدين كتاب الوصية الفصل الثالث في عدم جواز الوصية لوارث، وجاب حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي خرجه الإمام أبو داود، إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ما يجيش واحد يخيل الوصية لولاده ولا واحد منهم، لا، ولكن إذا دارها لازم ترجع للورثة الآخرين، إذا أجازوها تنفذ إذا ردوها ترد. وبعدين حتى نوصل الفصل 15 نصيب الجد في مسألة الأكدارية، مسألة الأكدارية وين ماتت مرأة وخلت زوج وخلت أم وخلت أخت شقيقة وخلت جد، مسألة خطيرة جدا جدا. هو إيش قال لك؟ قالك وإن قلنا له السدس في مسألة الأكدارية لأنه قد ثبت بما قدمناه أن الجد لا ينقص عنه عن السدس، الجد لازم يكون عنده المينيموم أن سيزيام السدس في الميراث، وإن الأخت لا تسقط، الأخت الشقيقة لا تسقط، هي من أصحاب الفروض. فلو لم تعل، شوف الحجة، لم تعل الفريضة لا أدى إلى بطلان أحد الأصلين، إما يروح السدس الجد ما يديش، إما الأخت ما تديش. وبعدين لو كان طابلو كان صبورة نشرحها باختصار، الزوج عنده النصف لعدم وجود الفرع الوارث، الأم عندها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث، والجد صاحب السدس هو اش بقى كملت، والأخت نعطيه لها النصف، ولكن أصل المسألة ولا 6، كي نجمعوا الأسهم تولي 9، خاطر الزوج عنده 3 والأم عندها 2، كي نجمعوا كامل لقاو 9، معنى المسألة عالت من 6 إلى 9. واش يقول لك هنا زيد بن ثابت؟ نجمعوا بين السهم نتاع الجد 1 مع السهم نتاع الأخت 3 خاطر عندها النصف، بعد عول المسألة العدد 4، ونطبقوا عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، 4 أسهم مقسومة على 3، الجد 2 والأخت 1 لا تقبل، مع المسألة فيها انكسار لابد أن تصحح، كيف تصحح؟ بعدد الرؤوس الذي انكسرت فيه المسألة، 3 مضروبة في 9 ولا 27. وبعدين في الأخير نلقاو الزوج عنده 9 من أصل 27، والأم عندها 6 من أصل 27، والجد عنده 8 من أصل 27، والأخت الشقيقة عندها 4 من أصل 27. آخر حاجة كتاب الجامع
ذكر أحكام المكلفين، قال لك عنده 5 أحكام: الوجوب، الندب، الحظر، والكراهة، والإباحة. آخر باب وبه نختم، تعرفوا واش آخر باب واش داروا؟ في فضل المدينة، إن شاء الله ما يحرم ربي حتى واحد، مدينة منورة، والصلاة بها، وفضل مالك، الإمام مالك عالم المدينة رحمه الله، وزاد قال حاجة أخرى: وترجيح مذهبه. هو حر، هذا في المجال العلمي كل واحد يعطي رأيه. الشافعي قال لك رأي الصواب يحتمل الخطأ، هو حر، عنده ثقة في نفسه، كاش واحد يسأله عادي. ولكن في كل خير، كلها روافد تغذي هذا الفقه، وفي الوقت نفسه تستجيب لمستجدات الزمان ومستحدثات الإنسان. ما أحوجنا إلى أن نقرأ الفقه الإسلامي عموما والفقه المالكي خصوصا. وبعدين واش يقول الفصل الخامس؟ مخالفة خبر الأحد لعمل أهل المدينة، اذكر فيها الترجيح. الفصل السادس في ترجيح مذهب الإمام مالك رحمه الله، يقول: وأما ترجيحنا إياه على غيره من المذاهب فلقوله صلى الله عليه وسلم: يشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجد من عالم أعلم من عالم المدينة. وطبعا هنا الدلالة، هو يشرح يجيب الأدلة، ولكن في الأخير نقول لك العلماء الذين رجحوا هذا المعنى بالمقصود بهذا الحديث، عالم المدينة هو الإمام مالك رضي الله عنه ورضي الله عن جميع علمائنا. جاب قول تاع ابن جريج، وجاب قول ابن عيينة عبد الرحمن بن مهدي، من غير خلاف عليهم في ذلك، والحمد لله رب العالمين.